مشاهدينا رح ننتقل هلا لعند غوى ومحاسب وكارلا لحتى نشوف يعني شو محضري لنا. شافي غوى بعد واصل من باريس، شو عملتي هونيك؟ رحت عملت كور ماكارون كرواسون بريوش كل شيء بيستري هيك تن يعني ما راح تذوقينا شيء بعد العيد. بعد العيد بعد العيد بعد العيد بعد العيد بدك تحضري لنا لانه هيك هيك فات رح نفوت الاحد الثانيين فبنكفى فيها جماعه الجاي. رح تحضري لنا هلا اليوم رح نعمل ملفي باذنجان. نحن جديد هذا الشيء، هو شيء كثير جديد كل العالم تعمله بسموه عندنا باذنجان اللي بيحشوه مع صنوبر وبندوره. نعم بس نحن حنفوت عليه غير انجليزي، رح نعمله بغير طريقه مع لحمه معروفه. بلا لحمه، مع لحمه بيعملوه، نحن حنعمله قاطع مع جبنه. اوكي نحن بحاجه لباذنجان مشوي. نعم هذا وباذنجان مقلي. اوكي اثنين سوا. اثنين سوا. بندوره، هيدا البندوره انا جبت راس البندوره سلقته بمي. نعم. شلت القشره عنه. أوكي. وشلت اللب من جوا وقليته مع زيت زيتون، خليتها يعني المي كل المي اللي بقلبها تنشف مش هيك بصير عندي فيها مثل هيك مثل عجينه بتحسوها وفيها صوص ماشي. هي هيدا الزيت يعني بعد فيه شوي. أوكي. بس تنكف زيت اكيد اوريغانو وملح كوسه وشامبينيون. كوسه مقطعه، كوسه مقطعه كيوبس. اوكي كوسه وشامبينيون وجبنه الفته. اوكي فيني استعمله معزة اذا بحبه بس جبنه تكون شوي مثل كريم. ما هي مش انت تتحرك مثل ما بدك اياه شكله. اول شيء هعمله نحن هون حمينا الزيت. حميت الزيت، بدي احط الكوسه. اعطينا شيء تنحرك. الله يرضى عليك. ما اخذت كفوفي انا اليوم. يا الله هلا بتعطينا ماينس الشيف. سوري فوالا ميرسي. اوكي عم بهرم المشروم، بدنا نقصهم كمان كيوبز صغار. حطينا لكن شويه زيت زيتون وكيوبز مشروم بدنا نقصهم. اوكي فيني فوتوا اذا بدهم جزر وهيك بس يعني هو اكثر اثنين بيلبقوا مع بعض اللي هن الباذنجان والكوسه. ارنبيط مزبوط بيلبقون. ارنبيط طيب انا بحب. بطاطا كيوبز كمان. لكن انا محضره المشروم صغير صغير سلايسز. صح المشرومز كيف عم بتغسلوه؟ هو المشروم ما لازم يتغسل لانه دغري بيسود. اوكي بيشرب مي كثير. بيشرب مي دغري. بس فينا نعمل شغله، هو بالورق المطبخ بنمسحه منيح بنشيل كل التراب عنه. نعم بس ما في وما لازم يتقشر كمان. هذا اهم شو ماشي. كل شيء عم نعمله غلط نحن؟ ايه لانه في ناس ما بيغسلوا بس بيشيلوا هيك قشره خفيفه. القشره انا بقشره مزبوط انا هيك بعمل وبرجع بغسله. بتقشريه وبترجع بتغسليه كيف بصير لونه؟ لا اذا بدك قوام تستعملي ما بيسوى برضه. هلا يمكن لانه نحن بالخضره بلبنان عن جد ما خلينا نحكي الحقيقه مثل ما هي، ما بتسترجي ما تطهري وما تنظفي. هلا فيهم يعملوا شغله اذا بدهم يغسلوه او يقشروه. نعم خبط يتقشر اكثر من انه يتغسل. لازم دغري دغري نحط معه حامض. طيب ما يسود الحامض ما بيسود وبيترك له لونه مثل ما هو. ويعني بيترك الفارم تبعه ما بتحسيه دبل. اوكي هدول شكلهم بياخذوا وقت. ايه عرفت وين حطتنا هاي المهمات لانه الصعبة. انا بالي طويل هاي المهمات الصعبة. بس اليوم ما في بصل. ما في بصل فيني نحط بصل كمان؟ ما راح نحط بصل. لحرش ملح. اوكي بدي اول نار. تفضلي. اوكي اوريجانو رشه. انا بحب هو اصلا مطيب هيك عن جد. حيلا شيء بتحطي بيلبق معه. بيلبق مش باستا مش باستا كله مشروم رح نتركه لاخر شيء. تكينوا تسووا الكوسه. هلا الكوسه مقصوصين صغار يعني دغري دغري لازم يستووا. هلا انا عم بحط عم بفرم الكزبره. فينا نسلقهم نرجع نقليهم ولا لا؟ بلا بس انه بما انه هن هالقد صغار ما بياخذوا شيء ولازم يضل فيه هالكروكان بقلبهم يعني. بدك اياها شوي تستوي. دوابين شو عملتي؟ فرمت الكزبره. اوكي هلا بلشوا ياخذوا لون لحديد الشامبينيون. ايه بلشوا يشعروا الشامبينيون رح يكب المي تبعه فبخليهم يساعدهم يستوى اكثر. اه يا غوى قديش شاف يا غوى لازم عن جد يكون دائما يروح على ورك شوبس ويجدد حاله؟ لازم لانه عالم الطبخ عن جد كل يوم في قصص جديده للعالم 100%.
يعني إذا واحد قادر ما لازم إنه ما يروح، لأنه من أقل شيء بتعلمه. لو أنت بتفكري أو شايفة على طول كل يوم بتعلم من أقل ديتاي قصص جديدة. إلي لا صحتين كمشتيني. إلي صحتين. صحتين بقيت بعينك عم باكل وحدة تمر وما ضيفتك كمان معمول. لا ما هي لا معمول ما رح يأكل. لا لا أنا عم بحسن يعني. معها لكالة بس هي قال ما حتأكل معمول. أنا هون عملت بالشوكة يامي ريحة ريحة عم تطلع. كمان بدي أرجع أزيد شوي بعد. أوكي مرعسة الفتة. أوكي بس خلي شوفوا هالمل يا فتة يا جو تشيز ما هي مزبوط. بعد دقيقتين من بدنا نشيل الباتنجان بهذا الوقت يعني آخر شيء الكوسة والهذا حزيد عليهم الباتنجان. هلا حطيت المشوي. المشوي ماشي شويته بس على الجريل اوكي او على الغاز اذا بدون. ورح زيد بس ملعقه صغيره هون خلينا بدهم ياخذوا اذا بدك وقت ما تعتليهم. لا لا لانه هون بدك تحطيهم سوا سوا. اوكي بس شوي لانه الباقي حينحط. لكن زدنا بس انجا ملعقه صغيره بندوره مع الباذنجان. هلا البندوره بتعطيها شويه حموضه مزبوط. يعني هلا وشويه اسيد وانا بدي احط شوي لانه بس يقص الباذنجان ما بدي بس يحسه بالبندوره هنا وعم بياكل كل شغله بدي اياها تطلع معهم. رح زيد الكزبره. اوكي طيب غوا نحن رح ننطرهم وانا رح احركهم. انا تلميذي شاطره أوكي. ولكن رح نشوف واتساب فيديو بنرجع yeah. وين صارت الطبخة كارلا؟ هلا أنا عندي جوز هون رح زيد جوز معه. أوكي كارلا مندمج بالتحريك. أنا إيه متاخدة الريحة كتير حلوة. الريحة كتير حلوة تبنجنا. هيدي هي ما في شك من هيدا عن جد ناطرة تدوق لأنه الإنجريدينس كتير جديد علي. رح زيد الجوز. أوكي فيني حط صنوبر كمان ضفنا حلبة. سوري جاي كنت بصحح لك انا قلت لا. اوكي هون عندي بلزمك. هذا البلزمك بلزمك فينيجر عادي. هلا بنفل وبنرجع. حطيته بطنجرة وعملت له ريدكسيون بده يصير عندي هيك مثل كريم. كيف بتعملي اياها؟ ماشي بتحط بتجيب المقلة بنحط الفينيجر بقلبه نعم وبنحطه على نار خفيفة وبنسكر البواب بنسكر البواب نختنق شوي نختنق شوي. بدي زيد بحط ملعقه كثير كثير صغيره لانه الطعمه تبعها بتكون كثير قويه لانه هلا اتس كونسنتريت يعني وهلا بدنا نشيل نطفي. خلص ضفتي انت اخر نكهه مزبوط. اصلا هيك جمدوا صاروا مثل اخذوا على بعضهم بدنا نحطهم فوق الجبنه. اوكي يلا بس احركهم شوي من الفينيجر. يلا يا رب. يا ولا مرة بيزبط بالكفوف. هلا خلطيهم مع الجبنة غوا سخنين. هذه بتقدم سخنة ولا ولا باردة؟ سخنة. سخنة. رح زين شوي الصحن. مش هيك عملت الريدكسيون بقدر اللوحة التاتش أكيد. هلا بعدها جاي غوا كمان من باريس فخذها على بليتنج بعد كمان. فينا نستعمل بول نعملها بقلبها بنرجع نقلبها لانه مش كل مش بكل البيوت متوفرين السيركلات. نعم رح نحط اول شيء الباذنجان طبقه تحت طبقه من تحت. اوكي حطينا هلا المقلي مزبوط خلص المشوي استعمل. هلا البندوره بقضيفي لحالها ايه اكيد هي هي اصلا الباذنجان والبندوره هنا اكثر اثنين بيلبقوا مع بعض فيهم يزيدوا رمان اذا بدك. كمان فكره تطلع طيبه فكره حلوه وطيبه.
لكينا حطينا الباذنجان المقلي بالكعب، رجعنا ضفنا البندورة اللي اكيد حضرتيها بطريقه خاصه وقلنا عنها قبل، كثير هينه وسريعه، مهم بس هي المي تنشف تبعها. هلا انت عم بتضيفيهم، عم تعملي كذا لير. مزبوط. برجع بنضيف البندوره. طيب هالوقت نحن بناكل فستق حلبي. بدك تمر؟ ميرسي، صرتي بعيدة علي. قوم لعندي ضيفتي حبيبتي. ثانك يو. صارت مثل البات. مزبوط. هي بتنعمل حشوة حشوة، يعني بات عادي. فيهم يعملوها بقالب كبير، يحطوا كل الباذنجانات حد بعض، يحطوا من فوق، يحط عليها جبنة يحطوها على الفرن كمان. نفس الحشوة. جبنة من البقلة. بالبقلة جبنة كثير. وكل الاشخاص اللي بيحبوا يذوقوا شيء جديد، this is a perfect plate لإلهم، لانه فيها نكهه التشيز بارزه والخضره فاتت ببعضها. ما في يعني في هيك طعم جديد. ما بدك تذوقي؟ يلا الشيف ما بيذوق. هلا اذا كارلا عم تقولي هيك نكهه التشيز مبينه، بعتقد افضل من الجو تشيز، لانه الجو تشيز اقوى، يعني بعد تعطيها نكهه اقوى مع الجو تشيز. لا كثير غريبه، كثير طيبه، منه كثير مستوي ابدا. شو غوا خبرينا كيف لقيتيها؟ طيبه. لا طيبه، كثير طيبه غوا، بيعطيكي الف عافيه وثانك يو. ونحن خلص وعدتنا بدها تجهز لنا الشيء من بعد العيد. يلا. اكيد اكيد. لهون تنتهي حلقة اليوم مشاهدينا. غوا يعطيك ألف عافية، وبوسة كتير كبيرة لإلك، وبوسة كتير كبيرة لإلك يا أمين، وبوسة كتير كبيرة للمشاهدين. نرجع نلتقى فيكم بكرة. باي باي.